هارد لك لعشاق المنتخب السعودي، وهذه هي كرة القدم، فوز وخسارة وتعادل، والنتائج اللي قدمتوها يكفي أنه هناك فوز تاريخي على الأرجنتين أول مرة بتاريخ المنتخبات العربية. خلينا نشاهد متابعة أخيرة، بكاء زوجة المدرب هيرفي رينارد بعد هذه الخسارة. يختم لو باكر باكر يلا باكر من تبريكم. شكرا جزيلا لحضوركم، سعيدين والله بهذه الجلسه وسولفنا ودردشنا. شكرا لكم جميعا، شكرا لك، شكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمه الله.